ورفعوا رؤوس أحرار العالم عاليا في هذا النضال المدينة المقدسة في ليلة الميلاد. أرحب بهم ولكن نقول إعلان ترامب أن القدس عاصمة دولة إسرائيل هذا إعلان خاطئ. على ما يبدو ترامب لم يقرأ التفاصيل صح، لم يقرأ الإنجيل صح. من مدينة السيد المسيح، من ساحة كنيسة المهد، أو أن قرار الرئيس الفلسطيني أن نائب الرئيس الأمريكي غير مرحب فيه هون في فلسطين وفي مدينة بيتلحم.